سهلا، شرفتي نورتي. نورتي، تفضلي. شكرا لك. اكيد سمعتينا واحنا بنحكي عن القولون العصبي. تفضل. ان شاء الله. طبعا دكتوري، اكيد كثير من الناس بحسوا باعراض بس ما بيعرفوا انه هاي الاعراض مرتبطه مباشره بمرض القولون العصبي. بقولوا يمكن مثلا عندي مشكله بالجهاز الهضمي بس عادي مش مشكله، بضلهم ياجلوها لا تتفاقم المشكله. شو هي الاعراض اللي اكثر شيء بتكون واضحه وظاهره على المريض اول ما يجيكي؟ اول شيء بحب اصبح عليكم وعلى المشاهدين ولكم صباح الخير والله يجعل يومكم سعيد. بالنسبة للقولون العصبي أو متلازمة تهيج الأمعاء، هي عبارة عن ألم، مرض مزمن بتصف بالألم، بصيب البطن وبترافق بأعراض تانية، ممكن يترافق مع الإسهال أو مع الإمساك. فالمريض ممكن بيجي المريض براجع للطبيب بأعراض مبهمة، ممكن يجي راجع بألم بالخاصرة بيفتكر إنه عنده ألم بالكلية، هو بكون عنده القولون العصبي. ممكن يراجع بألم بأسفل البطن، خصوصا عند السيدات، هو شائع عند السيدات أكثر من الرجال، تفتكر السيدة إن عندها هي أمراض بالجهاز التناسلي وبكون هو القولون العصبي. طيب أيام بتلاقي شخص هيك عنده نفخة هيك طبعا في نفخه، انت نصحان يقول لك عندي قولون، انا هي اكثر شيء بترافق هذا بالانتفاخ بالبطن. طبعا هو اللي بيألم المريض وبخليه يراجع هو الانتفاخ اللي بسبب تمدد وألم بالبطن. طيب دكتورة، قد ايه مهم او قد ايه خطير يمكن اهمال هي الآلام او هي الأعراض؟ هل ممكن تتفاقم الحالة اكثر؟ والله هي ما في خطورة منه، هذا هو مرض يعني سليمي نتائجه، يعني البروجنوسيس تبعه سليم، ما في له اشياء خطيره بعدين يؤدي لها. بس هو مزعج على فكره. اكيد مزعج كثير، مؤلم كثير، يعني رفيق يعني وكثير بترافق، ممكن يلغي ظهره بالليل او نكون رايحين سينما او شيء بس لانه القولون تبعه مزعوج. هو بس انا استغربت ايهاب انه الدكتوره قالت انه بصيب النساء اكثر من الرجال. هذه هي طب ترى شو السبب؟ هن النساء عندهم قلق أكثر وعندهم يعني الظروف اللي بتحيط فيهم بتخليهم أكثر عرضة لإلهم. ممكن هو يترافق بألام كثيرة وبأعراض كثيرة غير الأعراض البطنية، ممكن ألام عضلية، صداع، اكتئاب، قلق، هذا ممكن كله يكون عند المريض اللي براجع. بس في بعض الناس بيصابوا بحالة توتر وبحالة قلق وبعدين بيكتشفوا مؤخرا إنه عندهم قولون عصبي. طيب إذا أهملنا القولون العصبي شو ممكن يترتب عليه؟ القولون العصبي ما بيؤدي لهي الأمراض، ما هو بيؤدي للصداع، ما هو بيؤدي للألام العضلية، بس تترافق غالبا هي الأشياء مع الشخص اللي عنده القولون العصبي. يعني ممكن نحن ما نسميه مرض، هو اضطراب وظيفي بالأمعاء بصير مزمن. طيب دكتورة، بما أنه هو ما عم يشعر بألم كل الوقت، هو عنده حالات معينة، هل أصحاب أمراض القولون العصبي عندهم مثلا حساسية من نوع معين من الأكل، حساسية من شيء معين بيؤدي لهذا الألم؟ أظن السبايسز نوعا. هو غالبا المرض بمر بحالات يعني تهيج بتزيد وأحيانا بمر بحالات بتخف يعني الأعراض، بس بشكل عام الأكل والمواد اللي بياخدها المريض إلها علاقة بمرض الكورونا العصبي، لأنه في بتترافق هي بحساسية أحيانا عنده لبعض المأكولات، وبجميع الأحوال في بعض الأطعمة يعني ممكن هي تسوي لحالة بالبطن انتفاخ، هو الانتفاخ بحد ذاته بيعمل الآلام بالبطن. مثل مثلا البقوليات بجميع أنواعها، الدهون، لذلك الأطعمة اللي فيها قلي مقلية بتكون أكثر ازعاج للشخص المصاب بالقولون العصبي من اللي مسلوقه او مشويه. يعني بعتقد انه القولون العصبي دكتوره له مراحل مثل اي مرض، ولكن متى بيستلزم انه يكون هناك علاج بالادويه وعلاج بالجراحه؟ غالبا ما في جراحه لانه هو المرض هذا ما في له جراحه، بس في له علاج بالادويه، بس العلاج بنقسم لنوعين. القسم الأول الحمية، غالبا الطبيب بيلجأ للحمية وبيوجه بالمريض وبيخبره عن وضعه وشو هو مرضه، شو هي الأطعمة ممكن يأكلها وتريحه والممكن لا. وفي الأدوية اللي بتعطى نسميها أدوية عرضية، يعني المريض مثلا ممكن يراجع بالإسهال، هذا بحاجة لنعطيه أدوية تعالج الإسهال. في منهم بيتظاهر عندهم بالإمساك، وهذا المريض بيحتاج لأدوية تعالج الإمساك.
الخروج للبطن بتغير العادي عند المريض. مثلا طبيعة البراز بتتغير، هاي كمان من الأعراض اللي بيشكي منها واللي بيسأل عنها الطبيب المريض لحتى يوصل للتشخيص. يعني أنا بحس إنه كل شيء بيتعلق بالأكل أو بالغذاء أو الحمية الغذائية رح يأثر مباشرة على القولون العصبي. يعني أنا حتى مو متأكدة بس سمعت إنه اللاكتوز ممكن يأثر بشكل أساسي على القولون العصبي، خصوصا إذا الشخص أمجد مصاب باللاكتوز أتيسوسيس اللي هي صح. مثلا عسر هضم المواد اللي هي فيها ألبان الحليب. هون بنوه لنقطة، مثلا الأشخاص اللي متعودين ياخذوا حليب بشكل مستمر هدول بيقدروا ياخذوا، يعني ما في مشكلة، بس في الأشخاص المنقطعين عن التناول الحليب فترة طويلة لما بيرجعوا ياخذوا الحليب هدول بيكون عندهم الأنزيمات والخمائر المسؤولة عن هضم الحليب بتكون كسولة شوي، لذلك أول ما بياخذوا ممكن يصير عندهم إسهال، بعد فترة لما بياخذوا ممكن يتحسن هذا الوضع. في الحساسية لبعض الأطعمة مثل ما تفضلتي، هذا في بعض الأطباء بيلجأ لأنه يوقف هاي الأطعمة للشخص المصاب بالكولون ويرجع بعد فترة من توقف الأغذية يرجع يعطيها بالتدريج، يعني مثلا ما نعطيه كل المنتجات مع بعض، مثلا البقوليات فرضا بده ياخذ عدس، ما نعطيه نحن عدس نقول له ياكل بزر ياكل مثلا بازاليا اللي هو، لا ممكن نحن يبداله الطبيب بنوع ليعرف اي نوع من هالاطعمه هي هو اللي عم يسبب الازعاج للمريض لحتى يتفادى. طبعا الحميه هي بتشكل جزء كبير من علاج المريض بتخليه يرتاح. وفي الادويه الثانيه اذا كنت عم تسالي عن علاج، لما بيلجا الطبيب للحميه وما بتنفع الحميه مع المريض فبيلجا للعلاج، مثل ما خبرتك من قبل انه في العلاج بيكون علاج عرضي ممكن يتعالج الاعراض اللي عم يشكي منها المريض، الاسهال او الامساك او الالم، بيعطي الطبيب ادويه تعالج الالم. وفي ادويه ثانيه هلا ظاهره اذا ما نفع هي نفعت هي العلاج، بس هو افضل شيء الواحد يعمل يكون عنده سيستم غذائي حميه. صحيح الحميه كثير مهمه مثل كل هالامراض. انا بعتقد كمان شغله يمكن بالنسبه للعصر اللي احنا عايشين فيه ولانه بسرعه وكنا عم ناكل حيلا شيء كمان هذا كله بيأثر، يعني الفاست فود والمواضيع كلها مثل ما حضرتك قلتي. والله ستريس القهوه اللي بيشربها المريض ممكن تاثر، اذا بيشرب قهوه كافيين كثير او شاي احنا شاربين قهوه ممكن ما المشروبات هي الغازيه كلياتها اللي فيها ممكن الصويا الكورن كل هاي الأكل يعني ما ممكن ما بقدر أقول لك الأشخاص كلهم كل الناس بتأثروا من هاي الأكل، لا بشكل متفاوت ممكن هذا الشخص يتأثر من هاي هذا الطعام أكثر من الشخص الثاني، لذلك بيلجأوا بعض الأطباء إنهم يوقفوا الأطعمة اللي معينة وبيبدوا يعني يضيفوها لأكلهم بشكل فردي وتدريجي لحتى يعرفوا يوصلوا للشيء اللي هو عم يعمل إزعاج المريض. طيب دكتوري هلا في فئة كتير كبيرة من الناس أو أغلب الناس بشكل عام بينقسموا لناس بتحب الأدوية الكيماوية ناس ثانية بتفضل الأعشاب وبتقتنع أكثر يمكن بالأعشاب، هل في نوع معين من الأعشاب اللي من البيت تقدر تساعدنا؟ ممكن النعنع اليانسون هذا المتوفر بالبيت، يعني يعني في ناس بحبوا الهربل بس بشكل عام لازم العلاج يعني. إذا ما نفعت الحمية يعني ممكن النعنع يعطي إذا انغلى وانشرب يعطي شوية هدوء للشخص كله يعني بما فيه الأمعاء، ممكن اليانسون ممكن يأثر شوي بعض هاي المشروبات أو في عمر معين للمرض؟ هو غالبا هذا المرض بيظهر عند الأشخاص بالعمر المراهقة المتأخرة وبداية الشباب وبيستمر عندهم، يعني غالبا بيكون عندهم الألم أقليا مرة بالأسبوع، يعني مثلا بنقول نحن عند هالشخص إمساك إذا كان 3 مرات أو أقل بالأسبوع راح للحمام، أو إذا كان إمساك بنقول 3 مرات أو أكثر. بعدين عنده إحساس المريض اللي عنده الكولون العصبي إنه لما بيطلع من الحمام بحس بحاجة إنه يرجع، يعني لسه ما ارتاح يعني ما ارتاح جسمه بحاجة لأنه يرجع مرة تانية، إضافة للانتفاخ ومزعج يعني صح. يعني الله يعين، لازم يروح يستشير الطبيب اكيد يدرع. الله يعين كل شخص عم بيعاني من هيك مشكله، بس انا دائما برجع بقول الوقايه خير من العلاج واتباع حميه غذائيه أكيد. من الاساس ممكن توفر علينا هاي المشكله. نتشكرك كثير على هاي المعلومات، فعلا كنا محتاجين حد يعطينا معلومات وفيه عن مرض القولون العصبي. نطلع بريك وراجعين، شكرا لك. أهلاً.